أهلا بكم مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من الملعب في هذا اليوم الساخن، وللأسف أن سخونته كلها كانت من خارج الملعب. في الوسط الرياضي يقولها للمرة الثانية: الكل يلعن السرقة، إذا من الحرامي؟ الكل يطالب بالمهنية والحياد، إذا من هو المنحاز والغير مهني؟ الكل يطالب بالتعقل والاتزان والهدوء، إذا من هو اللامتزن والمتمرد والذي يطالب بانفعال؟ في كل الأمور التي نواجهها في الوسط الرياضي نطلق حكمين، الحكم الأول إيجابي والحكم الثاني سلبي. ننتظر من هو الطرف حتى نطلق الأحكام، وهذه هي مشكلتنا. في قضية ما نطالب بالستر، ثم في قضية أخرى نطالب بالعقوبة. هكذا تتعدد الأحكام بناء على الأطراف. البداية مع العناوين. الأمير نواف بن فيصل: الاتحادات مستقلة والانتخابات قادمة. عيد يتحدث عن خطاب النصر ويصف الإجراء بالإيجابي. لجنة الاحتراف ترد على وكيل الشهيل عبر الملعب. النصر في بيان جديد: نحترم الجمباز والأمين العام تجاوز حدوده. في بادرة مختلفة: إعلام الشرقية يحتفون بالأخضر واللاعبون يردون، هذا ما نحتاجه. استدعاء مدير احتراف الوحدة ولاعبه للتحقيق في قضية تزوير. هذه العناوين ومنها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو، صالح طريقي الكاتب اليومي في صحيفة عكاظ. مساء الخير إبراهيم. مساء النور، حياك الله. في جدة الصحفي في صحيفة الاقتصادية وائل النجار. مساء الخير وائل. مساء النور أخي عادل، رحب فيك، رحب بزميلي صالح وجميع المشاهدين الكرام. أهلا بكم جميعا. قبل أن ندخل حقيقة في بعض المواضيع إحنا يعني نتجنب الحديث فيها، يعني لأنها فيها أمور لا علاقة بأشياء خارج الملعب وتسجيل وصور، وما نحرص كثير على التطرق لهذه المواضيع لأنه اسم البرنامج الملعب، ونحرص دائما أن نكون قريبين. وقلناها في أول حلقة، نحاول دائما أن نبقى قدر المستطاع أن نبقى داخل الملعب. في أحداث تجرنا إلى خارج الملعب نقيمها ثم نذهب للحديث عنها. في موضوع اليوم اللي صاير من يومين إحنا ما تكلمنا عنه بالأمس لأنه كان مجرد تسجيل صوتي، وما نعرف في النهاية من هو صاحبه، وموضوع مختلف وما له علاقة بالكورة يعني، وما احنا يعني برنامج اجتماعي حتى نناقش كل شيء. لكن اليوم تحول الموضوع او اصبح موضوعا يعني قضية رأي عام نستطيع ان نسميها. فهد الهريفي في تسجيل صوتي ينفي انه صوته. ياسر القحطاني اليوم في عدد من التغريدات يؤكد بانه سيقوم بطلب التحقيق في هذا الموضوع حتى يضع حد لمثل هذه الاقاويل. فهد الهريفي يرد عليه بالتأييد ويرحب بهذه الخطوة. وإدارة الهلال اليوم تعلن عبر رئيسها اليوم في تويتر بأنه سيكون هناك اجتماع هلالي مع بعض أعضاء الشرف لمناقشة كيف يتم دعم ياسر القحطاني في الفترة القادمة في هذه القضية التي يطالبون فيها بكشف الحقيقة. يعني أنا ما حطيته حقيقة لا في العناوين ولا هو موجود، لكن طالما أن الموضوع اليوم طرح بنتكلم عنه بشكل استثنائي وبناخذ رأي ضيوفنا في بداية الحلقة قبل أن ندخل في التفاصيل الرياضية اللي عندنا. أو إبراهيم، بدون ما ندخل في التفاصيل الدقيقة وتسجيل وفلان واتهامات ومو أنا وواحد من فابريك وصورة، بدون ما ندخل في هذه التفاصيل الدقيقة الغير لائقة حتى للعرض، وش ممكن نقول عن هذه القضية بشكل عام؟ لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ وهل هي مرحلة طبيعية نتاج للتنافس المولود، ولا هو نتاج لأمور أخرى ما لها علاقة بالرياضة؟ أولاً لماذا وصلنا؟ أنا أختلف مع لماذا وصلنا. وكأننا إحنا كنا في جهة
ورحنا الجهة، احنا في نفس الجهة، لكن الآن جت جاء الانترنت وانفجر الفضاء فبدينا نشوف أنفسنا لما نجي للقضية، أنا ما أبغى أتكلم عن القضية بتفاصيلها، وهذا اللي ولكن أبغى أتكلم عن القضية أن هذه القضية إشكاليتها قائمة فين؟ أنك تجدها في كل مكان، تجدها في الرياضة، في الاقتصاد، في كل مكان تجد. مع أنه بدأت يعني لما أجي أقول لك القضية وين، محور القضية المفروض يكون في قضية ياسر، هي أنه الهريفي يرى أنه ياسر، خليني أقولها بالعامية، ما في راسه كورة، طيب، ومفروض ما يروح المنتخب، هذا أمر طبيعي حتى الآن. لكن وش اللي حدث؟ وين الإشكالية عندنا؟ طبعا الإشكالية عندنا أنه للأسف الشديد لم يتم تدريبنا حقيقة. طبعا أنا أحمل المسؤولية وزارة التعليم، هي مسؤولة، هي مسؤولة عن هذا العقل اللي فهمت عليه أنا، اللي أشبهه بكرة صوف لفت على عجل، لم تعلموا كيف يتحاور، لم تعلموا ما هو الرأي، لم تعلموا ما هو العام ما هو الخاص. يعني على سبيل المثال خلنا أتكلم عن العام والخاص ونشوف كيف خلط الإنسان فيها عندنا. مثلا الله أمر بالستر، نعم، إذا كان صديقي أقول لك الله أمر بالستر، إذا كان عدوي أفضح فيه من باب الإصلاح. ليه؟ لأنه إحنا ما جينا نفصل، أو مؤسسة التعليم ما جت تقول لهم متى نستعمل هذه الجملة الله أمر بالستر، عندما تكون القضية شخصية وخاصة وأسرية الله أمر بالستر. لكن عندما تكون القضية عامة أو سرقة أموال عامة ما تقول الله أمر بالستر، لأنه هنا ستتستر على جريمة. أنا أفصل نفرق. نجي مسألة الرأي، أنا أفصل لك أنه أنت من حقك أنك تعبر عن رأيك، ولكن لا يحق لك عندما تشاهد شيء مخالف رأيك تتهم الآخرين بالفساد. يعني مشكلة الهريفي وين كانت؟ ما كانت أنه والله طلع يقول من البداية أنا والله أرى أنه ريكارد أخطأ في ضم ياسر مستوى هابط، طيب، كان انتهت القضية. لكن وين راح الهريفي فيها؟ راح الهريفي في قضية أنه والله تضموه عشان واسطة، وهناك النادي مخترق الاتحاد. وطبعا هذه اللعبة يلعبوها كل الأندية كل الأندية. لما ما يقول لك أنه هذا رأيي، أنا أرى أنه ما يستحق يلعب، هذا رأيك. لكن لما تتهم الآخرين، يعني خلنا أقول لك أنه ليه دائما نشاهده. يعني الآن هنا على سبيل المثال خلنا نبعد ياسر، الآن أنا وياك عادل على سبيل المثال، أنا وياك الآن، أنا ممكن يجي والله واحد يقول لك مثلا أنا ما يعجبني صالح كضيف، ما يعجبني عادل هذا رأيه. لكن وش المشكلة؟ وش يقول لك؟ لا هذول عندهم واسطة، وأكيد ما استضافوا إلا عشان واسطة، ويبدأ يلامس أخلاقيات الفرد. وطبعا لو كان صالح البلوي أو عبد الرحمن بن مساعد الله يعينك كان على التهم اللي تديك بدون أدلة. ليه؟ لأنه هذه الأزمة اللي أنا أقولها، أزمة أنه لا نستطيع أن نفرق بين ما الذي يحقه، يحق لك أنك تعبر عن رأيك، رأيي أنه ما يستحق ياسر. أنا حقيقة حتى في البحرين سألوني عن هذا، قلت لهم ياسر هابط مستوى، وأرى أنه ريكارد أخطأ فيه، لكن ما رحت إلى أنه هل أحد دفع الأحد، هل أحد. فهذه أكبر مشكلة. عشان كذا تلاقيها، قلت لك مو بالرياضة، ترى الرياضة هي مرآة. يعني مثلا شوف لما يختلفوا اثنين مثقفين في قضية اجتماعية، في قضية تجد التهم فين توصل؟ هؤلاء حقين السفارات، هؤلاء ماذا، بدون أي أدلة يسمح لنفسه. إذا لدينا أزمة مبادئ. ليه؟ لأن المؤسسة، مؤسسة التعليم، لم تعلم الأفراد. أنا لدي إيمان تام بأنه الفرد أو الإنسان بطبعه ينزع للخير، لكن وين مشكلة الإنسان؟ متى يرتكب الشرور؟ يرتكب الشرور في حالة الغضب، يرتكب الشرور في حالة الفقر، يرتكب الشرور عندما تختلط الأمور لديه، عندما يفقد الوعي. لهذا كل ما رفعنا الوعي كل ما أصبح الإنسان التصرف في حالة أقل تناقضا، أكثر حكمة، أكثر عقلانية. مين اللي يرفع الوعي؟ المؤسسة التعليم. للأسف مؤسسة التعليم يدخل الطالب من عنده يطلع، لا تحاور ولا يحاورها ولا تعلمه حوار ولا تعلمه مرأة،
فقط تعبي راسه بمعلومات. على هذا الطالب اذا كان يبغى علامه كامله ان يستفرغ كل المعلومات اللي في راسه في الورقه عشان ينجح وبس يطلع بدون ان تعلمه اي شيء. لهذا تجدنا دائما نتصادم لاننا لا نفرق بين الراي وبين ان تمس اخلاقيات الانسان اللي مفروض ما حد يتجاوزها. طيب ليش تركت الممارسات الرياضيه الموجوده في الاعلام الرياضي وذهبت بعيدا الى التعليم؟ ليه رحت بعيد؟ ليش ما تقول انه في ممارسات حاليه؟ لانه في الوسط الاعلامي سواء من اداريين، مسؤولين، من لجان، هي التي خلقت هذا اللاوعي. لا 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 ما هي، لانه ليه انا اقول لك في كلها؟ احيانا تجد احنا نشوف اشاعات عن واحد موظف انه والله هذا في اداره ما سرق بدون اي ادله، وتصبح حقيقة بسبب شخص يعتقد أنه هذا سيء، إذن هذا حرامي، إذن هذا لبس تهمة، إذن الآخرين يرددوا. يعني لو بس اللي عندنا يا أبو إبراهيم مش قضية أنه هو مشكلتنا في التنافس، هي اللي عندنا لا هذا لا. جزء من التنافس اللي قاعد يصير. طيب وعلى مستوى المثقفين لما يتهموا بعض في أخلاقياتهم على المستوى على مستوى لأنه كلها هي تحدث بنفس الطريقة أو عندما يختلفوا في الآراء. قلت لك زي ما يبدأ إنه المشكلة إنه أنا أنطلق، يعني ليه أنا أقول التعليم ما يعلمني إنه أنا أنطلق من رأيي رؤيتي، مثلا أنا ما أنطلق من الإسلام، رؤيتي من الإسلام، وبالتالي علي إني ما أتصادم مع الآخر إذا لدي رؤية مختلفة عني. لا ما أحتكر أنا الحقيقة، هذا ما يعلمني إياه. طيب لهذا أي واحد يخالفني يا فاسد يا في امور من تحت الطاوله. ليه؟ لانه انا مو رأي اقوله، لا حقيقه، وحقيقه. طيب لازم يصير زي كذا. لكن في المقابل نتصادر. يمكن في التعليم، لكن في المقابل في احيانا انسان كثير لما يخرج من التعليم بدون مخرجات يجد هناك اشياء اخرى توجهه بطريقه او باخرى في الوسط الرياضي، الاعلام الرياضي او بعض الكتاب المخضرمين، وانا اسف ان شاء الله ما انت منهم، هم من يعني يرسخون هذا المعنى وهذا المفهوم. لو كان هناك طرح بشكل مختلف اظن ربما نخفف من هذا الاحتقان الموجود. وغالبيه لذلك انا اقول لك خلنا في اللي قريبين منا. اترك التعليم. وغالبيه هذول من وين طلعوا؟ هذا تتكلم عن اهم مصنع في، وهي المؤسسه التعليم، هي من تصنع اشخاص يتحاورون بشكل جيد دون ان تصل الى عداوات، دون ان يصل الى تمزق زي ما يحدث. طيب في الرياضه زي هذا المكان. القضية قضية تدريب. كل شيء تستطيع أن تدرب الفرد عليه، تدربه كيف يتحاور، تعلمه أنه أنت والله ترى مو أنت صاحب الحقائق، أنت لديك رأي، الآخر لديه يرى من زاوية أخرى. لهذا من حقك تقول رأيك، لكن إذا اختلف معك الآخر عليك أن لا تتهمه بأخلاقه أو بعقيدته أو هذا رأيه هو مختلف معك. طيب بروح للوائل وايضا اسمع رايه في هالموضوع بشكل عام. يعني انت من الجيل الشاب، كيف تقيم الموقف الحالي؟ هل تعتبرها برايك انت هي ازمه عامه ولا هي مواقف خاصه نتيجه التنافس، واحنا ما نعرف كيف ممكن، ما نعرف وش مفهوم التنافس اصلا، ولا نعرف كيف نقبل الاخر؟ عندنا مشكله احنا ما نقبل الاخر في الوسط الرياضي. بترك لك يعني بلسان الجيل الشاب تعلق. وائل تفضل. طبعا هي المسألة أكبر من هذا الموضوع، يعني الموضوع أن الكورة خرجت عندنا من الملعب إلى خارج الملعب. يعني أعتقد أنه كانت رأي بالفهد الهريفي عن عدم حقية ياسر الانضمام للمنتخب، ياسر رد عليه في إحدى البرامج في القناة الرياضية. أعتقد وانتهى الموضوع إلى هذا الحد، أصبح بين الطرفين يعني شد وجذب في هذا الموضوع. لكن أعتقد عادل إحنا هناك ما زال اللي هم جمهور اللاعبين، هم أعتقد يعتبر من الركائز الأساسية في إثارة هذا الموضوع تحديدا. هناك تسجيل خرج لفهد الهريفي، هناك بعض الصور كذلك ضد فهد الهريفي. أعتقد هذه الأمور المفروض أنها ما تظهر أساسا، يعني كثير من وسائل الإعلام المتزنة حقيقة. وأعتقد عادل أنت قبل بداية الحلقة حتى ما حطيتها في العناوين هذه المواضيع. يعني أنا أتفق بشكل كبير مع الأخ صالح في حكاية أنه المؤسسة التعليمية عادل. إحنا الآن يعني نتكلم بشكل عام، أكثر من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم من الجيل الشاب أو غالبيتهم هم طلاب مدارس أو طلاب جامعات. يعني أعتقد يعني حتى خطورة الموقف أو المساس بالأشخاص أو يعني ما أبغى أقول للأعراض، لكن بشكل عام المساس يعني أبرز
خصوصيات الشخص نفسه أعتقد ممكن قد تكون غائبة عنهم، فأعتقد أنه لابد أن احنا نعرف بشكل عام أنه الأمور هذه يعني أعتقد أن الجماهير أثاروها في وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد الآن ما تعرف من اللي بيجلس يتناقش معاك مثلا في تويتر أو في الفيسبوك أو في هذه المواقع بشكل عام، لكن أعتقد أنه احنا نتمنى أنه من الإعلام السعودي أو القريبين من الشان الرياضي عندنا المفروض يعني تقليل خفة الاحتقان في الشارع الرياضي. أعتقد أن الكرة عندنا خرجت خارج الملعب أكثر من داخل الملعب. أعتقد لو كانت نسبة الحماس والإثارة اللي بنشاهدها خارج الملعب أعتقد كانت السعودية من 20 المصنفين على مستوى العالم في كرة القدم. يعني احنا نحتاج كثير من الوعي. اعتقد انه لابد انه وسائل التواصل هذه عادل يعني لها سلبيات ولها ايجابيات. احنا مشكلتنا دائما نتخذ الشيء السلبي فيها ما بنتخذ الشيء الايجابي. نتمنى من الجميع انه هذه رياضة، هناك من ينتمي للاعب الفلاني من ينتمي للاعب الاخر، انه ما نبغى الموضوع يكبر عن حده، لانه اعتقد انه اصبحت يعني اصبحنا احنا لغمة سائغة في جميع وسائل الاعلام يعني الخليجية وحتى العربية. يعني اللي يبغى ينجح برنامج اعتقد يطرح اي قضية سعودية. نتمنى ان الامور هذه تزال في اقرب وقت، ويعني نرجع زي ما كنا سابقا للملعب، وترجع ابداعاتنا داخل الملعب احسن من ما بنشاهده احنا الان. يعني كل يوم قضية، كل يوم مشكلة، وفي الاخير ما اعتقد في شيء حيرضي المتابعين بشكل عام. يعني طيب عموما احنا بنقفل الموضوع فقط، يعني اردنا ان نفتتح فيه الحلقه. تفضل. يعني ما حدث حدث الان. اتمنى في المستقبل عندما ياتي شخص ويقول انه والله ما يعجبني هذا اللاعب، عادي. هذا حقه عادي. ولكن عندما يقول ان هذا اللاعب مستواه سيء ولكنه بسبب الاشياء هذه، على الجميع بما فيهم الإعلام أن يواجهوه، أنه قدم الدليل، هات دليلك، هات إثبات، لأنك أنت قاعد تشكك بالناس الآن. هات إثبات وإلا عليك. يعني دائما يقولوا البينة أو الحد. يعني تجي تتهم واحد بأخلاقه، دائما البينة أو الحد، يا جيب البينة. هذا أتمنى في المستقبل مع اعتقادي تماما أنه لن يحدث هذا المستقبل. طيب في لا المستقبل لا إن شاء الله. ما لم تتغير المؤسسة الرياضية، مؤسسة التعليم. طيب. تأخذ توجهها. عموماً يعني مؤسسة التعليم لو تغيرت نحتاج سنوات حتى نخرج بنتيجة. إحنا نبغى شيء قريب، ونقول إنه يعني على مستوى الإعلام لما الإنسان يتكلم بالمناسبة مش يعني يستبعد نفسه من الموضوع. أي شيء نقوله هنا رسالة للإعلام إحنا نوجهها أيضاً لأنفسنا، ونقول إنه أتمنى من كل من يتصدر الرأي العام أن يستشعر أنه مسؤول. فقط المسؤولية أهم شيء عند من يتصدر الرأي العام. الشخص إذا ما كان مسؤول ولا يشعر بأهمية وجوده، هذه هي المشكلة الحقيقية التي نعاني فيها. نذهب إلى موضوع، نرجع لكرة القدم وللرياضة واللجنة الأولمبية. اليوم اجتماع اللجنة الأولمبية برئاسة هو الاجتماع التاسع برئاسة الأمير نواف بن فيصل. اليوم حضرنا الاجتماع، وبعد نهايته تحدث الأمير نواف بن فيصل لوسائل الإعلام. نتابع على جزئين، نشوف الجزء الأول ماذا يقول الأمير نواف. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بالجميع وأتمنى إن شاء الله لرياضتنا كل التوفيق. سعدت اليوم أنا وزملائي أصحاب السمو والسعادة أعضاء الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالاجتماع وإعطاء كافة أمور الجمعية العمومية من تقارير مختلفة لمشاركات الأولمبية والقارية والدولية السابقة، ناقشناها جميعا. أيضا ناقشنا القادم من المشاركات، من الاتحادات التي تشارك، آلية هذه المشاركة. أيضا من الأعمال المهمة والتي إن شاء الله ستكون فيها انفراد وأعمال غير مسبوقة لعمل اللجنة الأولمبية العربية السعودية، هي إقرار اللائحة الجديدة الموحدة للاتحادات. هذه اللائحة تم إقرارها بموافقة وإجماع جميع رؤساء وأعضاء الجمعية العمومية وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية. تشمل هذه اللائحة على كثير من المواد،
سيتم إن شاء الله خلال يومين ثلاثة القادمة توزيعها بعد إقرارها اليوم على جميع الأعضاء وعلى طبعا وسائل الإعلام وجميع الجهات المعنية. أبرز أمور هذه اللائحة، تتكون هذه اللائحة من 7 أبواب و56 مادة. 80% من هذه اللائحة هي مواد جديدة غير مسبوقة في اللوائح السابقة. خلاصة هذه المواد هو استقلالية كاملة لجميع الاتحادات الرياضية في عملها الإداري والفني والنظامي، إنشاء جمعيات عمومية لجميع الاتحادات الرياضية مكونة، طبعا كل اتحاد سيشكل جمعيته العمومية حسب أنظمته الدولية، ما في هناك نظام واحد، لكن الغرض أنه سيكون هناك جمعية عمومية لكل اتحاد معنية باختياره ومحاسبته ودعمه وتقديم الأفكار والمقترحات، شبيهة بما حصل في اتحاد القدم. طبعا بالنسبة للنسبة الانتخابية في هذه الاتحادات، أقروا الإخوان اليوم أن لهذه الدورة تستمر في أغلب الاتحادات نفس النسبة في الدورة السابقة أي 50%، على أن نسعى بكل جهد في خلال الشهرين القادمين إلى أن يكون هناك عدد من الاتحادات منتخبة بالنسبة الكاملة، وسنسعى جادين في هذا الأمر. سيشكل لجنة عامة للانتخابات لجميع الاتحادات الرياضية، وطبعا ما يرادفها من لجان للاستئناف والطعون كما هي الأنظمة الدولية المرعية في هذا الشأن. أيضا جميع آلية تشكيل الجمعيات العمومية أعطي فترة سنة من الآن لكل اتحاد رياضي لتشكيل جمعيته العمومية، كما حصل مع اتحاد القدم، أعطي فرصة كاملة لتشكيل الجمعية العمومية، فستعطي الفرصة كاملة لجميع الاتحادات لتشكيل جمعياتها العمومية. الأمين نواف يواصل حديثه في الجزء الثاني لوسائل الإعلام بعد نهاية اجتماع أيضا اليوم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية. نتابع. بالنسبة لاختصاصات الجمعية العمومية كما أوضحت هي اختصاصات كاملة في اختيار المنتخبين من أعضاء مجلس الإدارة، في تنظيم عملية وآلية واختصاصات مجلس الإدارة. هناك إيضاح كامل في اللائحة الموحدة للاتحادات الرياضية على كل شيء، اختصاصات الرئيس، نائب الرئيس، الأمين العام، أمين المالي، في الأعضاء، في آلية عمل هذا الأمر. التوجه الحقيقة العام الذي اتفقنا عليه هو أن إن شاء الله نكثف مرشحين السعوديين لجميع الألعاب الرياضية في الاتحادات القارية والدولية، استضافة أكبر عدد ممكن من البطولات في المملكة العربية السعودية لجميع الألعاب الرياضية. كل هذه الأمور وهذا الاحتكاك وهذا التواصل إن شاء الله يحقق ما نصبو إليه جميعا من تطوير في رياضة بلدنا. أيضا اطلعنا على كافة التقارير الخاصة بالدورات السابقة كما أوضحت والدورات القادمة. التوفيق بيد رب العزة والجلال، ولكن سعينا وسنسعى دائما إلى أن نعطي الاتحاد كل الإمكانات المتاحة، والتي حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين لم تدخر جهدا وعطاء إلا وفرته للاتحادات الرياضية. وحقيقة أجدها فرصة سانحة لأن أوضح، لأني ألاحظ أن كثير من الأخوان يلمحون سواء في البرامج وغيرها أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لم تدعم في هذه الميزانية، بالعكس جاء دعم مميز جدا للرئاسة العامة، سواء من حيث البنية التحتية بإنشاء 20 نادي رياضي، سواء من حيث تعديل في بعض الاستادات الرياضية التي لها فترة من الزمن، سواء بزيادة كبيرة للنشاط الشبابي غير مسبوقة. كان النشاط الشبابي يستطيع أن يقدم تقريبا في العام ما بين 250 إلى 270 برنامج، في هذه السنة سنقدم إن شاء الله للشباب حوالي 1590 برنامج للشباب والرياضيين، وأقص الشباب وليس الرياضيين أقصد.
هناك استغلال كام سيكون إن شاء الله بالتعاون مع أمراء المناطق والغرف التجارية والمحافظات على استغلال المدن الرياضية والأندية وجميع سواء منشآت رعي الشباب أو منشآت الأخرى لبعض القطاعات الحكومية والأهلية في إنفاذ برامج أسبوعيا للشباب، وسيشرف إدارة أو مكاتب رعاية الشباب على هذه البرامج. أيضا من الأمر الهام أيضا هو أن تكون جميع هذه المناشط يكون لها توثيق كامل لكي يعرف الشباب المناشط الموفرة لهم. طبعا ما هو كلها رياضية، فيها كثير من المناشط في مختلف المجالات المختلفة. أشكر الحقيقة جميع إخواني وزملائي رؤساء الاتحادات الرياضية وجميع الرياضيين عموما على الجهد الذي يبذلونه. إخوان، معرفة المشكلة والعلة هي نصف العلاج، فالحمد لله الجميع تصارحنا، كان الأمر كله وضوح وشفافية. ما هي العجز، أين هو، ما هي أخطائنا، ما هي الأمور التي تحتاج تطوير، ناقشناها بكل وضوح وشفافية، وأنا متفائل إن شاء الله ستكون الخطوات القادمة أفضل على كافة المستويات. في الاجتماع أيضا اليوم تحدث مراسلنا زميل ناصر الشيبان مع الأستاذ محمد المسحل والأستاذ إبراهيم القناص بعد نهاية الاجتماع، وتحدثوا لبرنامج الملعب. كل ما تم ذكره في اللائحة الأساسية اليوم يتماشى وبكل دقة وحذر أيضا مع جميع الأوامر الملكية السابقة اللي لها علاقة في الحركة الرياضية وسياسات الدولة بشكل عام. المفروض نفصل موضوع الدعم عن موضوع الفصل، لأنه في اتحادات دولية لألعاب معينة احنا عندنا بالنسبة لنا دامجينهم مع بعض كلعبتين في اتحاد واحد، والاتحادات الدولية هذه تنادي دائما بفصل اللعبة لأن لها اتحاد دولي منفصل، فمن ناحية القانونية ومن ناحية القوانين الدولية يجب أن تفصل، لكن بكل تأكيد عندما تفصل لازم يكون لها دعم مالي إضافي للاتحاد نفسه يعني، وإن شاء الله هذا لن يكون عائق بإذن الله. الحمد لله علاقة مميزة جدا وقوية، وزي ما تعرف سمو الأمير نواف أيضا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، وليس جميع رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية هم أعضاء، هو عضو، وهذا أمر يضيف لنا، وعلاقتنا مميزة في الجميع هناك الحمد لله. وهذا مشروع ضخم وجبار الحقيقة، وزارة التربية والتعليم أناطت هذه المهمة لشركة متخصصة، شركة التطوير الرياضي للرياضة المدرسية بشكل عام، وهو معني بجميع الألعاب ليست فقط كرة القدم، بالعكس يمكن كرة القدم قد لا تأتي بالمقدمة، جميع الألعاب الأخرى وخاصة الأولمبي منها. وبكل تأكيد أي شركة في أي دولة في العالم تعمل في هذا المجال تعمل مع لجانها الأولمبية للاستفادة من هذا العمل بطريقة تدريجية حتى يستخرجون منهم أبطال للألعاب هذه بالتنسيق مع الاتحادات المعنية فيها. كنا في مداولات كثيرة مع الأخوة في هذه الشركة يعني التنسيق معهم لإيجاد صيغة اتفاقية لاتفاق معهم فيها، والحمد لله تقريبا توصلنا بالنهاية الاتفاقية زي ما قال سمو الأمير خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نكون إن شاء الله وقعنا هذه الاتفاقية بإذن الله. الحقيقة هذه اللائحة وهي تسمى اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية، من خلالها سوف ترسل للاتحادات السعودية لكل اتحاد من أجل إعداد لائحة مستقلة تنبثق من هذه اللائحة. هذه اللائحة متوافقة مع الأنظمة الدولية، حيث سبق لفريق العمل أن من خلال سنة كاملة تقريبا أن قام بزيارات عديدة لدول سواء في آسيا أو أوروبا أو دول الخليج للاطلاع على سواء لوائح اللجان الأولمبية أو الاتحادات الرياضية. كل هذا العمل من خلال أيضا زيارة الاتحادات السعودية ومعرفة متطلباتهم، أيضا من اجتماعات متواصلة سواء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أو اجتماعات متواصلة وتوجيهات سمو الرئيس العام، حيث أنه كما تعرف رجل رياضي وقانوني فنستنير برأيه. شكرا لي الزميل ناصر الشيبان اللي قام بتغطية هذا الاجتماع الطويل واللي كان فيه كثير من الأمور اليوم، صدر كثير يعني صفحات كثيرة، واختصرنا لكم فيما ذكره ضيوفنا. بترك للضيوف
اختيار ما يشاؤون والتعليق عليه في هذا الموضوع إن كان في شيء يستحق التعليق. يعني تعليق بسيط، هو تحدث عن تعليق بسيط فقط، ربما بدأ، خليني أقول بدأ يحدث تغييرات، بدأ يحدث تغييرات، لكن ما أتمنى أن نسرع بالتغييرات طالما اللجنة الأولمبية حتصير هي المظلة للاتحادات. أتمنى من الأمير نواف أنه يقدم استقالته من رئاسة الجمعية العمومية ويتخلى عنها، عشان الجمعية اللجنة الأولمبية هي حتكون في زي ما تقول في رقيب على الاتحادات، وعندما يحدث صراع بين الاتحاد ما هو اللجنة الأولمبية، من المفترض أنه يكون طرف ثالث محايد هو اللي يفصل بين في القضية. فعندما يكون رئيس رعاية الشباب هو رئيس اللجنة الجمعية العمومية ما حتصير. أنا أتمنى رئيس اللجنة الأولمبية ولا رئيس رعاية الشباب، ما فهمت التضارب وين؟ هو أنه يكون الرئيس في المكانين، اللي هو رئاسة العامة، الرئاسة العامة ورئاسة اللجنة الأولمبية، ورئاسة اللجنة الأولمبية. أنا أتمنى أن اللجنة الأولمبية هذه طالما فيها جمعية إذا ينتخب الرئيس، إذا له فترة أربع سنوات، إذا هذه الرئيس رئيس اللجنة وهذه لم يحققوا مصالح غالبية الأندية باستطاعتهم أن يغيروه كل مرة، طالما أنه حيصير هو المظلة للاتحادات. أيضا أتمنى أنهم يستفيدوا من تجربة ومن الأخطاء اللي حدثت في اتحاد كرة القدم. يعني أنا كنت دائما أقول أنه الجمعية العمومية من المفترض أنها تكون تمثل الأندية اللي تمارس اللعبة، نعم، لكي يعبر عن مشاكله وقضايا كل نادي في هذا الكونغرس او الجمعيه العموميه. اتمنى انه يصح. طيب ليش انت قلت نعطيه الفرصه وبعدين يشيلونه ويغيرون الجمعيه العموميه؟ هذا الكلام ممكن ينطبق على الامير نواف، يعني انه يعطى فرصه ثم اذا يعني ما نجح في الجمعيه العموميه يستبدلون الرئيس. مع الرئيس رعايه الشباب من اول كانت رئيس رعايه الشباب هو رئيس اللجنة الأولمبية، هو رئيس الاتحاد اتحاد كرة القدم. هذا نظام ولا نظام هذا ولا عرف؟ نظامنا، هذا حقنا احنا، نظامنا احنا. وكنا نقول انه والله خلينا نفصل ايش الاتحاد عن اللجنة، عن الجمعية، عن الرعاية. الان نفك الاتحاد، اتمنى انه يفك الجمعية مع الوقت، انه يتم فكها هذه برضه. طيب عموما اروح الوائل اذا كان عنده شيء يعني يريد أن يعلق عليه في موضوع اللجنة الأولمبية، وندخل في تفاصيل الأندية. لا هو تعليق بسيط عادل، يعني أخذ آخر جزئية من حديث الأمير نواف لما قال إنه معرفة المشكلة هو نصف العلاج. أعتقد هذا هو الصحيح. نعتقد تأخرنا كثيرا في موضوع يعني أن تكون كل إدارة لعبة هي مستقلة بحد ذاتها ولها اتحاد يعني مستقل يعني. لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى القادم يعني نتمنى الاستفادة مثلا من انتخابات كرة القدم بسلبياتها بإيجابياتها، الأحداث اللي حصلت فيها. طبعا الألعاب الأخرى عادل ما راح يكون فيها نفس الضجيج اللي يحصل لكرة القدم، لأن هي اللعبة الأولى، اللعبة المتابعة جماهيريا إعلاميا. نتمنى أنه العمل يكون أهدى في الاتحادات الأخرى. نتمنى التوفيق بشكل عام للأمير نواف ولجميع القائمين في الاتحادات السعودية بشكل عام يعني، وهذا هو اللي احنا نسعى له من فترة طويلة، انه يكون في هناك جمعية عمومية انتخابية لكل اتحاد على حدة، وهذا اللي يعني بدأ الامير نواف وضع حجر البناء لها، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة. ساذهب الى احمد عيد. الاستاذ احمد عيد هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. ناصر الشيباني تحدث معه عن خارج طبعا موضوع الجمعية العمومية أو اللجنة الأولمبية، ذهب معه إلى مواضيع أخرى تخص بالتحديد موضوع خطاب النصر الموجه، سأله عن هذا الإجراء والأستاذ أحمد عيد يجيب. أولا حديث الأمير نواف بن فيصل حول هذا الموضوع حديث إيجابي، ورجل يدرك حجم المسؤولية ويدرك حجم المصروف الذي يصرف على رياضة كرة القدم. وما ورد في بيان الأمير نواف حقيقة الكل يؤيد هذا القرار، أنا كرئيس اتحاد أؤيد هذا القرار وأتماشى مع هذا القرار، بأن هناك مصروفات يجب أن تقنن ويجب أن تعرف مصادرها، وبالتالي
ما ذكر في هذا البيان سيعمل به من قبل الاتحاد، ويعتبر أمر نافذ على الجميع، وكل التصريحات السابقة والتصريحات القادمة تصب في مصلحة رياضة الوطن، وفي تصب أيضا في استقرار الوضع الإداري والمالي لاتحاداتنا الوطنية. إذن من خلال حديثك لم يكن صحيح بالنسبة ما تحدثت به قبل حديث الأمير نواف فيصل؟ لن نتحدث في هذا الموضوع أكثر مما ذكره الأمير نواف، ونؤيد ونؤكد أن حديث الأمير نواف هو الفاصل لكل الأحاديث السابقة. أولا هذا إجراء، وسبق أن هذا الإجراء تم في أمور أخرى. المعني في المقام الأول هو الاتحاد، وعندما تلقيت هذا الخطاب اتخذت الإجراء لمخاطبة لجنة الانضباط، وأيضا لمخاطبة الجهة المعنية في الأمر وهي مرجعية اللاعب، وأرسل الخطاب. وبالتالي أنا أعتقد أنه الإجراء اللي تم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء في محله وليس فيه أي قضاضة. حتى وإن كان التوقيت بالنسبة لفارق التوقيت ما بين المباراة، هذا الشيء ربما نتحدث بعضه أنه كان غير جيد أن يرسل في وقت غير جيد بالنسبة لنادي النصر. الاتحاد السعودي لكرة القدم عندما يتخذ إجراء لا ينظر لتوقيت الإجراء إن كان هناك مباراة أو إن كانت هناك فترة توقف، وبالتالي الفترة الزمنية ما بين اتخاذنا للقرار وما بين استلامنا للقرار لم تكن فترة طويلة، وبالتالي أنا أعتقد أنه الإجراء كان إجراء إيجابي. إن كان هناك أي اختلافات في 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 بعض الأمور، أنا أعتقد أنه الإخوة الأشقاء في نادي النصر تفهموا لهذا الأمر، ويجب أن أشيد بأن هناك اتصال مباشر من رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، وتحدثنا فيه كثيرا عن هذا الأمر، وأشكر الأمير على تفهمه، وأشكر الأمير على مبادراته الجيدة. أولا البطولة الخليجية محطة من المحطات، ومقاييس النجاح فيها مقاييس مختلفة. نحن الآن في بطولة هامة وهامة جدا، لا تقتصر أهميتها في الفوز والخسارة فقط، ولكن أهميتها في استمرارية عطاءات منتخبنا الوطني في مثل هذه المناسبات، مناسبة وصولنا إن شاء الله إلى نهائيات أمم آسيا في أستراليا، مطمع ومطمع لكل محب لرياضة كرة القدم في المملكة، وبالتالي الاستعداد لهذه التصفيات استعداد متميز. أعطي المدرب كامل الصلاحية في العمل الفني، وأعطي الجهاز الإداري كامل الصلاحية في العمل الإداري. اجتمعت باللاعبين أكثر من مرة وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع، وبالتالي إن شاء الله النتائج قادمة والعمل المؤسساتي إن شاء الله قادم من جميع النواحي. فيما يخص موضوع خطاب النصر يتكلم عنه الأستاذ عميدي، بنأجله شوي للجزء الثاني إلى اليوم صدر بيان أيضا نادي النصر يتكلم عن الموضوع، فبنربط الموضوعين في بعض. لكن خلينا نتكلم فيما يخص ما أعرف شو يسميه أبو إبراهيم، هل هو تعارض في تصريحات ما بين تصريحات الأستاذ أحمد عيد والأمين نواف فيصل حول عقد ريكارد؟ أولا أكد المقام السامي، ثم رجع الأمين نواف وقال مو صحيح، الآن الأستاذ أحمد عيد يؤكد بأنه فعلا كلام الأمين نواف صحيح. ايش تقرأ من هذه السلسلة؟ أنا كل الموضوع هذا ألخصه يعني بشيئين. أولا يعني من تصريح الأستاذ أحمد عيد، أعتقد يبدو أنه إلى الآن أظن نسي أنه هو منتخب وليس معين، خطابه كان غير واضح. الأمر الثاني أنا في اعتقادي، وهو طالما أنتم الشماعة الإعلام هو السبب. ما عندنا مشكلة، أي هو السبب، حمال الأسية الإعلام، أي هو السبب. التصريح الأول أنه حدبر المبلغ، قلتوا أنه والله رئيس رعاية الشباب حيدفعه. طيب بعدين قال احتمال ما أدري هذا، قلتوا أنتم، فأعتقد الخلل فيكم. أي صح، يبغى لكم تسمعوا زين. أنا أعتقد هذه المشكلة. طيب إبراهيم، أروح لوائل يقول إبراهيم الخلل فينا، تصرف معه. في أذانيكم. في أذانين ما نسمع كويس. أعتقد مشكلة عقد ريكارد إلى الآن أعتقد يعني أصبحت هي الشغل الشاغل في الشارع الرياضي السعودي. لكن باختصار يا عادل، اللي ما عندوش على قول الأخوان في مصر، اللي ما عندوش ما يلزموش، إنك ما عندك تجيب مدرب بهذه القيمة، ولما تيجي تبتلغيه ما عندك القدرة، وكل شخص يرمي على الجهة الأخرى.
في يعني في يعني تسديد الشرط الجزائي، أعتقد هذه مشكلة تضاف لمشاكل الرياضة السعودية. نتمنى أن الأسطوانة هذه تنتهي ويعني نبدأ مرحلة جديدة يعني مع المدرب الجديد ومع الاتحاد كرة القدم الجديد. طيب. لكن في كل يوم يعني ما عندنا أسطوانة الفلوس من حيدفعها والفلوس طيب. جات من هنا ذا يعني باختصار عادة أعيد وأكرر عليك، اللي ما عندوش ما يلزموش أنك إذا ما عندك إنك قدرة أنك تجيب مدرب بهذه القيمة وانت عارف انه في شرط جزائي في حال انك انت فسخت عقده وتقوم تفسخ عقده بهذه السهوله، يعني اعتقد انك انت حملت اعباء جديده على الاتحاد السعودي لكره القدم. احنا منذ سنوات يعني ممكن الصوره اصبحت واضحه، لان يعني من زمان ما نسمع ان الاتحاد السعودي يعني هناك ضائقه ماليه في الاتحاد السعودي، تاخير في رواتب العاملين اللي هم في الانديه تحت مظله الاتحاد السعودي، اشياء كثيره. اتمنى انه هذه الامور تنتهي باسرع وقت يعني ونبدا يعني ما هو عيب عاد نبدا من الصفر. طيب. نبدا من الصفر خطوه بخطوه لغايه ما نعيد ترتيب بناء الرياضه بشكل عام، وهذا هو الاهم في المرحله المقبله. طيب ابى اسال ابراهيم دي قبل شوي، انت قلت انه نسي انه رئيس منتخب وليس معين، انت ما تشوف انه هو قاعد يتحمل يعني اخطاء سابقه في هذا الوقت الصعب؟ واي رئيس في موقفه سيكون في موقف سيء. طبعا اوضح لك ليه قلت لك طبعا قبل شوي، او المحور اللي احنا نتكلم عنه فصل الاتحادات عن طيب واستقلالها. طيب هذا اللي صار. طيب من المفترض بس حتى الان مو قادر يستقل ابراهيم، نتكلم من المفترض انه طالما منتخب يكون لديه خطاب مستقل، راي مختلف، مو بالضرورة مخالف، لكنه رأي مختلف من زاوية أخرى. هو حقيقة في النهاية ختم قال لك إنه اللي يقوله رئيس رعاية الشباب هو خلاص ما في شيء، لأنه هو الصح يعني لازم يخالف عشان يكون. لا لا لا, لا رؤيته هو يعني أنا هو الآن قال كلام وتصريح الأمير نواف اختلف، أنا في النهاية عرف إنه فعلا مخطئ. كيف يتصرف المستقل لمنتخب المستقل المنتخب اقول اني اتفق مع راي ما اقول انه والله ما دامه قال كذا خلاص احنا نسكت كلنا. هنا انا ماني مستقل، انا ممكن اتفق يعني انا ما اطالبه يختلف، انا اطالبه يتفق، لكن لا يقول ما دام تكلم رئيس رعايه الشباب احنا خلاص. هنا اصبح فهمت علي زي مدير وموظف، بينما انت مستقل من المفترض لغه المستقل انه والله يقول انا اتفق في هذا التوجه مع رئيس رعايه الشباب. طيب هل ترى بأنه يستطيع الأستاذ أحمد عيد أن يستقل في ظل هذه الظروف؟ نتكلم بواقعية بدون مثاليات. بواقعية تماما جدا. للأسف الأندية لا تملك وعي بقيمة الانتخابات لتجعل رئيس الاتحاد قوي، للأسف الشديد. المسألة فلوس يا إبراهيم، المسألة مادة، مو قادر يتصرف. خلنا نكون منطقيين، ما عنده المسألة مادة عنده حقيقة. من وين إبراهيم؟ حقيقة كرة القدم حتى الآن. أنا أقول لك حاجة، كرة القدم هي تعتبر ثالث سلعة تحقق أرباح في العالم كله، بس مو عندنا حتى عندنا الآن يعني. عندنا حقيقة الحق يقال عندنا إنه الرياضة بكل هذه، خلنا أكلمك بكل هذه العشوائية، يتحرك فيها في فترة الانتقال الشتوي كم الأموال اللي تحركت في العشوائية؟ كم الأموال اللي تحركت؟ 165 مليون في الفترة هذه، الانتقالات وشراء عقود لاعبين هذه في الفترة هذه، لاحظ. طيب فهمت علي؟ فهذه المبالغ، بس هذه أندية تعرف شلون تتحرك في النهاية بدعم أعضاء شرف. خذ على سبيل المثال رعاية الدوري، النسبة الأكبر مين يأخذها؟ الاتحاد. الأندية ما تأخذ شيء يعني. طيب. الاتحاد بس يحتاج وقت حتى يستقر. هذا اللي انا اقوله الاتحاد يعني. لا من اول هو ياخذ الله يسلمك. لا انا اتكلم عن الاتحاد الجديد، خلي الاول احنا خلصنا منه. المفروض الاتحاد هذا الحالي جاي وعنده عليه ديون. طيب فلوس اول وين راحت؟ طيب عندك جواب؟ انا اسال. تقول من الان نبدا. انا اعتقد مو من الان يبدا. طيب. مفروض الاتحاد السعودي عليه ان يخطط كم سيحقق أرباح. لازم علينا أن الجمعية نتكلم عن القادم إبراهيم. هذا نتكلم عن القادم. باع كلش الله يسلمك. طيب مو ذنبه إبراهيم إنه جاي ولقى كل شيء من باع، مو ذنبه. أنا أتكلم، أنا أقصد إنه هل من المنطق إن إحنا نطالب الاتحاد نقول حل كل مشاكل الماضي في هذا الوقت الضيق؟ ما قلت إحنا بس نبغى نكون إيجابيين في مرحلة يعني إنه نعطيهم فرصة يعني على الأقل. الحين إحنا المشكلة. إيه لا من المشكلة. زي اللي أعطتني إياه قبل شوي. زي السواق اللي يصدم يقول الركاب هم جالسين. طيب خليني أروح لموضوع ثاني بشكل سريع. الموضوع عبد الله الشهيل
استمعنا إلى تفاصيل في الفترة السابقة. آخر التعليقات كانت أمس من وكيل اللاعب الأستاذ إبراهيم موسى، أكد بأنه يعني يستغرب كيف تسجل لجنة الاحتراف لاعبين الشباب بدون أن يتم تسديد المبالغ التي مترتبة أو المستحقة للاعب عبد الله الشهيل، مع اعتراف يقول إبراهيم موسى مع اعتراف إدارة الشباب بهذه المبالغ بعد خصمها مبلغ 1,800,000 ريال على اللاعب عبد الله الشهيل. إبراهيم موسى يقول حنا نسلم بهذا الخصم ونقول ما في مشكلة نتكلم فيه بعدين، لكن ماذا عن المبالغ المتبقية؟ كيف توافق الإدارة الشبابية وتقر على هذا المبلغ ثم لجنة الاحتراف تسجل لاعبين الشباب بدون أن يسددون حقوق عبد الله الشهير؟ هذا كلام عن إبراهيم موسى بالأمس. لجنة الاحتراف نبغى ناخذ تعليقه حول هذا الموضوع. على الهاتف رحب بالأستاذ عيل الأحمدي عضو لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. مساء الخير علي. مساء النور، حياك الله. حياك الله. رحب فيك ورحب أستاذ صالح الطريقي، وأقول الحمد لله أخيرا كمان شفناك، رجعت للقناة الرياضية. ورحب بأخوي وصديقي أستاذ وائل النجار. نعم. هذا مشاهدين معنا من زمان إبراهيم في القناة الرياضية، بس هو يعني شوية راح فترة كذا ورجع، راح احتراف. طيب شكرا لك على التواصل معنا علي، ونرحب في دائما كل أعضاء اللجان المتواصلين والفعالين اللي ما يتركون أسئلة دائما معلقة بدون الإجابة عليها، وهذا اللي حنا نحتاجه حقيقة. أسألك عن موضوع عبد الله الشهيل، وكيل أعماله أمس يتساءل كيف لجنة الاحتراف تسجل لاعبين الشباب، هذا سؤاله، بدون أن تسدد حقوق اللاعب عبد الله الشهيل حسب النظام المتبع والمعروف. تفضل علي. أول شيء طبعا أتمنى أن يعني الأخوان والمشاهدين يسمعون ضيوفك الكرام، والحمد لله كمان عندك ضيوف متميزين إن شاء الله بقيادتك أنت أخوي عادل. أنا أمس شفت اللقاء، شفت الاتصال اللي سواه الأستاذ إبراهيم موسى وكيل أعمال اللاعب عبد الله الشهيل. نعم. صراحة يعني بكل صراحة شخصيا أنا استغربت كثير من المغالطات، وللأسف شاهدنا في الفترة الأخيرة انه كثير من اللاعبين المحترفين او بعض الوكلاء يتجهوا للاعلام. احنا نؤمن ان الاعلام شريك، وما عندنا اي مشكله انه احد، بس في قنوات رسميه، هل انت تقرا خطابك وتقرا اللائحه وتطلع عليها وتشوف اين الثغرات وايش اللي سوته اللجنه وتدقق اكثر، ام انك على طول تتجه للاعلام؟ يعني اخ استاذ ابراهيم امس ذكر ان اللجنه عندها مخالفه في الانظمه وفي عمليات تسجيل اللاعبين لنادي الشباب، وانه اللجنه ارسلت خطاب لنادي الشباب قبل 12 ساعه من قبل فتره تسجيل دفع المستحقات. نعم. وهذا الكلام كله كان بناء على خطاب مجلس نادي الشباب انه ملتزم بدفع المبلغ قبل قفل فتره التسجيل. طيب. طبعا هو بصفته انه وكيل اللاعب، اللاعب عبد الله الشهيل طالب بتسديد المبلغ، وطبعا لجنه الاحتراف طالبت بتسديد المبلغ نفس الشيء. لكن كيف انه يعني اسمح لي كي كلمه اجيبها لك، كيف انه جاب إيحاء للمشاهد أنه كلام كله في ظلم للاعب وفي ظلم الأندية الأخرى؟ يعني هل هو يقصد بالكلام هذا أنه اللجنة استثنت نادي الشباب، أو أنه اللجنة بتعامل نادي الشباب غير باقي الأندية؟ طيب هذا السؤال أنت جاوب يا علي. أنا أقول لك طبعا بالمختصر المفيد، وهي كلمة لكل المشاهدين وكل اللاعبين وكل وكلاء اللاعبين، ويرجع للائحة طلب التسجيل غير اعتماد التسجيل. عند تقديم طلب التسجيل هذا الكلام كله لا يعني اعتماد تسجيل اللاعب. هو من فين جاب النادي الشباب سجل؟ نادي الشباب لم يعتمد تسجيله إلى الآن. نادي الشباب استقبل طلبه خلال فترة التسجيل اللي محدد بأربع أسابيع، ولكن إلى الآن لم تصدر موافقة. شلون لعبوا؟ ما في لاعبين لعبوا في ما لعبوا ولا لاعب من عنده. في فرق بين طلب التسجيل واعتماد التسجيل. إذا سمحت يا أستاذ عادل، أنا أذكر الأستاذ إبراهيم موسى وجميع الوكلاء وجميع يعني من أنه بعيد عن اللائحة، طبعا عندنا المادة 20 في لائحة الاحتراف المحلية، وأذكر كمان بالصفحة اللي هي صفحة 25، طبعا إيش نصها، إيش تقول المادة؟ يجب تقديم طلب تسجيل اللاعب المحترف مع نسخة من عقده، وللجنة مطلق الصلاحية في إجازة وإقرار الطلب ومرفقاته من عقود واتفاقيات إضافية في جميع الحالات التالية، من عقد موقع بين اللاعب والنادي وقرار من اللاعب انه عقده هو الوحيد، يعني في مجموعه من الوثائق مطلوبه. طبعا المستندات التي تثبت قيام النادي بتسديد واي مبالغ مستحقه بموجب عقود اللاعبين والوكلاء. طبعا البند هذا يوضح انه هو سبب انه لم تجيز، واللجنه لم تجيز مو بس النادي الشباب، هناك ثلاثه انديه اخرى. ايضا ما ذكر في الماده اللي هي 22،
صفحة 26 البند رقم 1 تصدر اللجنة موافقتها على طلبات تسجيل اللاعبين واعتماد عقودهم متى استكملت الوثائق اللازمة لذلك. نادي الشباب اليوم يعني هي أنا سبق وحضرت عندك في العدل. نعم. وقلت لك أنه في قضايا ممكن تكون قضايا منظورة اللي فيها أخذ وعطاء وهي لم تحسم. وقضية اللاعب نفس الكلام اللي أنا قلت الآن. نادي الشباب عرف الخطاب اليوم أنه بعد التدقيق والمتابعة تبين أنه المبلغ اللي هم قالوه مبلغ زايد، لكن خصومات اللاعب أكثر من ما ذكر، وأرسلوا خطاب إلى اللجنة. هم نفس الشيء، هم ملتزمين بالشيء اللي عليهم ولا حتجاز لهم. يعني بس دقيقة علي، يعني هم ما يقدرون اللاعبين حقين الشباب تبغى تقول أنه ما حيلعب، يعني نتكلم كذا بلغة عامة، لاعبين الشباب ما راح يلعبون الا اذا انتهوا موضوع عبد الله الشهيل. انا ما اتكلم، انا حسب النظام اتكلم خصيصا استاذ عادل. اي نادي احنا عندنا 3 انديه لم تجاز، احنا عندنا 14 نادي اللي تقدمت بطلبات 13 نادي. طيب في نادي ما تقدم بطلبات، 11 انديه اجيز لها وثلاثة أندية لم يجاز لها. يعني هم قدموا في الوقت القانوني علي، بس عشان نوضح الناس، هم قدموا في الوقت القانوني وهو طلب تسجيل استقبال الطلب خلاص قبل ما تغلق الفترة اللي هي هذا، وقدم الطلب. تقبل ما تقبل انت، ممكن حتى بعد فترة اغلاق التسجيل ممكن تاخذ وتعطي في الموضوع. استحالة انه اللاعب يلعب بدون ما يصدر موافقة رسمية باعتماد تسجيل. طيب. اللاعب تخول له اللعب. حلو، اذا انت الان امام قضية، خل القضايا المنظورة اللي تكلمنا عنها في الحلقة هذاك اليوم احنا يعني انا فهمتها شخصيا ووصلت للناس، يعني اللي يقتنع واللي ما يقتنع هذا شيء ثاني. انت قلت في قضايا منظورة فيها اخذ وعطاء وتاخذ اشهر، ومش من المنطق انه يتم تعليق تسجيل اللاعبين بسبب هذه القضايا، لانه فيها اختلافات، كل واحد يعني أكيد يقول رايه صح. أكيد أكيد. في موضوع عبد الله الشهيل، هل هو قضية منظورة ولا من القضية اللي قلت عنها اول شيء؟ الى الان موضوع عبد الله الشهيل يعتبر قضية منظورة، لكن ما راح تسجلوه لين يتحول الى قضية منظورة. لا لا لا، ممكن بعد اجتماع اللجنة القادم، إن شاء الله يكون في اجتماع طارئ. بعد اجتماع اللجنة القادم مع الأخوان رئيس وأعضاء اللجنة يحدد إذا بد فيه بشكل نهائي، لأنه أحيانا يجيك الوكيل يبغى يستأنف القرار، والاستئناف طيب. يكون لدى لجنة الاستئناف ممكن يأخذ من 3 إلى 4 أشهر في قضايا، ويبد فيها سنة وسنتين. وأذكر الأخوان بقضية طارق التايب. طارق التايب انتقل من اتحاد إلى اتحاد وجاء إيقافه في نادي الهلال. هل 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 يمنع تسجيل او اذا كان عندهم البند موجود؟ طيب النادي ملتزم، والنادي ارسل خطاب رسمي انه ملتزم بدفع مستحقات اللاعب. طيب خلينا نشوف ابراهيم، تفضل استاذ صالح. استاذ علي، هلا ابو يحيى. استاذ علي، حسب لائحتكم يمنع حسب لائحتكم. انت الان تتكلم عن اللائحه. نعم. اول شيء وضحت لنا انه احنا نسجله لكن ما يلعب الا لما يسددوا، وهذا كلام منطقي برايك انت؟ هذا طبعا انا مختلف معه، لكن في النهايه هذا لكنه علينا ان نحترم القانون. طيب حلو. يعني انا مختلف، لانه افرض ما سدد وسجلت لاعب وما لعب لاعب، فانت خسرت النادي ايضا قضيه اللاعب، فيا تسجله يا تقول له ما حسجل، لكن برضه احترم قانونه. هو ما اعتمد وما سجله، هو يقول يقدم طلب في فتره قانونيه قبل هذا يقدم طلب. والى الان اللي فهمناه، الان تلخبطت الامور. في البداية أنت عادل مشينا صح، أنه حيتسجل لكن ما حيلعب إلا لما تسدد. لا مش حيتسجل، هو اللي قاله علي طلب تسجيل، يعني أنا عندي طلب حقك في المدة القانونية خلاص، بس ما حسجل اللي تسدد. سجل النادي لكني أنا ما حأعطيك موافقة اللعب إلا لما تنتهي من دفع الفلوس. طيب. هذا اللي فهمناه. طيب. الآن صارت إذا القضية منظورة ممكن أسجله، وممكن إيش تظل هذه عالية إذا تحولت إلى قضية منظورة. قصده علي تفضل. استاذ صالح، انا طبعا اللجنه لها كامل الصلاحيه في اتخاذ ما تراه مناسب. طيب. في حال انه ترى انه الاختلاف ممكن يطول، اذا كان النادي التزم بدفع مثلا 34 لاعب، ممكن اللجنه، ممكن يعني اتكلم شخصيا مش على اللجنه، ممكن اللجنه انها تطالب نادي الشباب مثلا بارسال الشيك على سبيل المثال. الشيك موجود لدى اللجنه لحين حسم القضيه. نادي الشباب التزم بكل ما له ما عليه، واليوم ارسل لنا المسيرات. في حال انه لاحظ الاخوان في اللجنه انه قضيه عبد الله الشهيل قد تطول، ممكن اتخاذ اجراءات هنا تحفظ حقوق اللاعب في حال انه كان الحق معه. اها، يعني قصدك انه يعني من غير المنطقي انك تاجل قضيه
ممكن تاخذ 6 شهور. طيب النادي يبغى يسجل ممكن. طيب ممكن ممكن طيب ممكن يعني بعض الأندية تستغل هذا يا علي وتماطل وتقول لا مو صحيح وفي الأخير تعترف عشان تسجلها عشان تحولها لقضية منظورة وتسجل لاعبينها وبعدين تسدد. في نفس الوقت أستاذ علي عادل أجاوبك بصراحة أنه لأعضاء اللجنة ممكن أنه يصدرون قرار نهائي متى ما رأوا أنه الأمور قدامهم واضحة وللاعب أو للوكيل أو للنادي حق الاستئناف لدرجة الاستئناف. طيب لكن في هالحالة حتسجلون لاعبين الشباب؟ ينطبق عليه. شوف أنا قلت لك إذا كان أعضاء اللجنة ارتأوا أنه ممكن أنه الموضوع يطول حتتخذ إجراءات. على سبيل المثال يطلب من نادي الشباب مثلا ضمان بنكي بمستحقات اللاعب كاملة في حال أنه اللاعب مثلا يكسب الموضوع أنه الخصومات غير صحيحة، وفي حال آخر أنه اللاعب يلتزم بأداء ما له ما عليه من عقده الاحترافي. طيب عموما ويطبق العقوبة. عموما احنا يعني شاكرين لك التوضيح استاذ عادل. انا اركز على نقطه دائما انا الاحظ فيها خطا. طلب التسجيل لا يعني اعتماد التسجيل. يعني انت قبلتوا الطلب لكن ما سجلتوا اللاعب. أيوة بس ايوه طيب. ايوه كل الاندية انا لاحظت في كثير من الاخوان الاعلاميه مش بس عندكم حتى في الصحافه حتى في بعض القنوات الفضائيه الاخرى يخلطوا ما بين طلب التسجيل وما بين اعتماد التسجيل. طيب يعني هو المفترض انه يقدم طلب قبل ما تنتهي تغلق الفتره، ولكن تقبله ما تقبله ممكن بعد اغلاق الفتره شريطه انه يكون الطلب مستوفي اللي هو العقد الاحترافي والوثائق المطلوبه. لكن الوثائق المطلوبه من النادي من المسيرات والى اخره، اليوم احنا جانا مسيرات نادي الشباب مساء، ونادي الشباب مساء ارسل خطاب يقول انه اللاعب المبالغ اللي له عندنا مش مليونين و800 زي ما ذكرنا في خطابنا السابق، مليونين و400. يعني غير رايه. غير رأي بعد التدقيق حسب خطابه، مش غير رأي بعد التدقيق والمتابعة تبين أنه خصومات اللاعب أكثر مما ذكر في الخطاب الأول. طيب علي أنتم بصراحة أخيرا أنتم في صف اللاعبين ولا في صف الأندية في الغالب؟ أنا أعرف الفيفا دائما ما أعرف هو عرف ولا، لكن دائما هو في صف أو في الغالب هو في صف اللاعب، يعني يحاول أن يحمل اللاعب كثيرا. والله والله أستاذ عادل أنا شخصيا أتمنى يوم أنه تكون في كاميرا القناة الرياضية داخل احد الاجتماعات. احنا استحاله نقدر نتعاطف مع طرف ضد طرف اخر بسبب واحد، احنا نتعامل مع بنود ولوائح لانه قد يكون انه احد يصعد القضيه، فاحنا ما نبغى ان نقع في حرج، واحنا عارفين الانديه ان وضعها المالي في متاخرات كثيره لدى الاتحاد من حقوق تلفزيون واعانات، لكن احنا عندنا نظام لانه في لاعبين لهم وكلاء سعوديين وغير سعوديين، وقد انه ما يبغون يطبقون ما يبغون يرجعون الى لائحه الاحتراف المحليه والى لجنه الاحتراف المحليه. طيب احنا ما على حرج. طيب عموما اذا شفنا لاعبين الشباب يعني اذا لاعبين الشباب الجدد لعبوا في مباراه قادمه، هذا يعني انكم وافقتوا وان موضوع الشهيل تحول الى قضيه منظوره وحتطول ولذلك وافقتوا. هذا اللي احنا نفهم. متى ما صدر موافقات للاعبين قد تطول، سيكون هناك بيان صحفي يوضح لماذا. طيب. تم اعتماد تسجيل لاعبين نادي الشباب او غيره. شكرا لك يا علي على تجاوبك، يعطيك العافيه. شكرا لعلي الاحمدي على تجاوبه معنا عضو لجنه الاحتراف، وهو بالتاكيد يعني احنا دائما نقول بعض اللجان اذا تجاوبت حتى وان كان الكلام احيانا غير مقنع للطرف الاخر، ولكنه في النهايه وضح وتكلم ما يترك الكلام عام. الاستاذ ابراهيم موسى وكيل اعمال لاعب معنا يريد التعليق ايضا على حديث الاستاذ علي. مساء الخير استاذ ابراهيم. مساء الخير استاذ عادل ومساء الخير لضيوفك الكرام. تفضل. الاستاذ علي يقول انه حتى الان ما تم اعتماد تسجيل لاعبين الشباب، ماذا تقول؟ انت تذكرت كان تتذكر استاذ عادل البارح قلت لك انا اتوقع انه الاستاذ علي ما تغيش خانه التعبير، اتوقع انه صدرت الموافقات ولكن لم يتم التسجيل، فعقبت علي انت قلت لي على اساس اعتقد ابراهيم ما دام يعني انا ليش تكلمت الكلام هذا؟ لان لو نرجع في احد القنوات الفضائيه بدون ذكر الاسم الاستاذ علي ساله المقدم قال له هل يعني كل الانديه تم تسجيل لعبتها؟ قال كل الانديه تم تسجيل لعبتها. فهذا بصراحه اثار الحظيظه عندي على اساس انه انا متاكد انه حسب القانون والنظام اعرف انه ممكن تصدر اللهم صل على سيدنا محمد الموافقه، ولكن التسجيل لا يتم حتى البت في القضايا المعلقه. فعلى هذا الاساس انا عقبت، وفي نفس الوقت ارجع اكرر واقول انه انا اليوم باللغت بانه في خطاب جاء من نادي الشباب يقول لك ان المبلغ ما عاد هو مليونين 800 لا مليونين 40، لان صار في خطا والى اخره. طيب انا في جميع الاحوال اكد لك اني رايح
راح اطلب من موكلي انه يروح يستلم المبلغ اللي الان هم طلبوا من لجنه الاحتراف ان اللاعب يتوجه الى المحاسب لاستلام المبلغ، وسوف استأنف على المبالغ المخصومه يعني بحجج، عرفت شلون طال عمرك؟ فالحمد يعني اتوقع اني انا ما يعني انا ما ان شاء الله ما يعني يعني زي ما تقول اتهام خاطئ او كذا، لا يوجد بان رئيس لجنه الاحتراف صرح وقال حسب احد القنوات الرياضيه ان جميع الانديه تم تسجيل لعبتها. فمن هنا انا طيب. اعرف انه كان عندي قضيه منظوره فكيف يتم التسجيل قبل ان ما يعني انت تقول انه هذا الشيء انت تعرف النظام انه في احيانا يوافقون على الطلب ولكن ما يعتمدون التسجيل. انا اتفق هذا ولا طيب. انا امس استاذ عادل قلت لك الكلام هذا صحيح صح. اعتقد انه خان الاستاذ علي التعبير بدل ما يبغى يقول انه تمت الموافقه قال تم التسجيل، هذا اللي انا قلته. طيب عموما اذا المبلغ اللي تكلم عنه انه رجع مره ثانيه وقال المبلغ غير صحيح، هذا انت بتتناقش فيه ولا تقول بس استلم وخلاص؟ لا لا ما في شيء اسمه، هو راح يستلم الان، انا اكد لك الكابتن عبد الله راح يستلم المبلغ وانا سوف استأنف على المبالغ المخصومه على حسب ما موجود عندي من يعني اللي راح تكون متواجد عندي من 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 وثائق اللي طيب. انا ممكن اعترض عليها. في موعد معين اعطوكم اياه لتسليم المبلغ ولا حتى الان ما في؟ والله هو حسب الخطاب اللي صدر اليوم من نادي الشباب الى لجنه الاحتراف يطالبون بان اللاعب يتوجه الى المحاسبه للسلام حقوقه. طيب نتمنى الموضوع ينتهي عموما. شكرا لك استاذ ابراهيم. ان شاء الله هذا اللي نتمنى. شكرا استاذ عادل. شكرا لابراهيم موسى وكيل اعمال اللاعب. بروح للوائل النجار بساله عن قضيه ان رايه في في هالموضوع. وائل كيف تقرا القصه؟ هل يبدو لك السيناريو مقنع ولا تشوف في اشياء ما هي منطقيه؟ لا واضحه اخوي عادل، واضحه المساله. هي صارت قبل كذا مع نادي الاتحاد في بدايه الموسم، اعتقد اعتمدوا تسجيل لاعبته لكن ما تمت الموافقه عليه الا بعد ما الاتحاد يعني قدم مسيرات الرواتب والالتزامات الماليه اللي دفعها او حتى جدولها. اعتقد هذا هو النظام المتبع في الاتحاد السعودي او في لجنه الاحتراف تحديدا في الاتحاد السعودي لكره القدم. طيب. اعتقد موضوع عبد الله شيل وموضوع نادي الشباب هو شبيه بما حدث لنادي الاتحاد فترة السابقه. اعتقد انه الامور واضحه، متى ما قدم نادي الشباب الالتزامات اللي عليه بشكل كامل المسيرات الرواتب وكذلك يعني عمل جدول او تصفيه لحقوق اللاعب عبد الله شيل، اعتقد انه بامكان نادي الشباب تسجيل لاعبين. واعتقد الشباب هناك اللاعب الكوري كوداك لم يشارك في المباراه الماضيه، واعتقد كانت هذا هو السبب يعني عدم تسجيل اللاعب هو اللي ما جعل اللاعب يشارك في تلك المباراة. طيب. لكن أعتقد الصورة واضحة، الأخ علي الأحمد أعتقد كان واضح وشفاف بشكل كامل في إيضاح اللوائح لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، وكذلك إبراهيم موسى. وممكن اللبس كان فقط على تصريح رئيس لجنة الاحتراف علي بدغيش في إحدى القنوات الفضائية اللي قال إنه مثلا تم اعتماد تسجيل جميع لعيبة الأندية، هذه هي كانت الإشكالية. وأعتقد نعم. إنه الصورة وضحت الآن، أعتقد إنه من وجهة نظري إنه الموضوع انتهى. طيب. يعني لعيبة الشباب حيشاركوا في اللقاءات المقبلة. ايش رايك ابو ابراهيم في النظام بشكل عام اللي او الاجراء اللي متبع حاليا؟ والله حقيقة مو واضح عشان نكون صادقين، يعني في النهاية واضح. انا اقول لك مو واضح. وش اللي مش واضح؟ انا اقول لك مو واضح ليش؟ خليني اقول لك، طبعا اولا جابوا قصة التايب. لجنة الاحتراف جابت قصة التايب. والفيفا يحمي اللاعب. فما تم إيقافه إلا لما أعطوه فرصة محددة يسدد للنادي. طيب. مبلغ مو العكس كانت. لكن الشباب ما منع، الهلال ما منع من تسجيل اللاعبين، هذا كان قصده. لا لا، كان اللاعب قضية اللاعب استمر يلعب وقضيته موجودة. يعني كانت القضية النادي رافع على اللاعب. النادي رافع مو العكس. الآن اللاعب اللي رافع على النادي. طيب. مو العكس. طيب. فما ينطبق هذا على هذه، لأنه حقيقة الفيفا تحمي اللاعبين. تحمي ليه تحمي اللاعبين؟ هي لأنه دائما أي نظام أو أي قانون أنت تضعه للأفراد لتحمي الضعيف من القوي. والله الحين اللاعب والنادي مين القوي؟ النادي. طيب. هو القوي. مو في كل الأحوال عموما. لا لا، هو أنا فكرة القانون. طيب. فكرة وضع القانون. طيب. فهي مو واضحة ليش؟ لأنه قبل كذا اللائحة الداخلية لنادي الشباب تتصادم مع لائحة الاحتراف في الخصومات وما الخصومات، لأنه حاطة حد أعلى لجنة الاحتراف. الآن نتكلم عن مليون زيادة الخصومات، هي ما هي موجودة في هذه. فدائما لما من حقك أنت تحط نظام داخلي بشرط أن لا يتصادم مع المظلة. طيب خلينا في الإجراء اللي تبع الآن في مسألة في الإجراء هذا. أنت لو تابعت في الصحف
كم نادي يقول لك والله سنصرف لهم 3 رواتب من 7 أشهر سنصرف راتبين حق 12 شهر صح؟ أيوة سمعنا كثير أندية نعم كم اللي سجلوا؟ 10 طيب هم يجوا قبل فترة التسجيل ويتصرفوا يعني هي طبعاً ليه تعرف وين المشكلة؟ يعني أنت قصدك أنه كل هذول ما سددوا لا بس لا على ورق يعني؟ لا هي وين المشكلة تعرف كيف؟ عشان الدائرة كيف؟ أنه يجي لجنة الاحتراف مثلاً تقول النادي ادفعوا طيب النادي يقول لهم طيب أعطونا فلوس النقل التلفزيوني وهذا عشان ندفع لهم فيقول لهم تدروا خلنا نقمع هذا اللاعب لأنه هو هذا ما قاعد يصير الحين اللاعبين ما يسكتون اللاعبين لو كان صار ما حيسكتون اللاعبين والدليل انه في حالات معينة ظهرت اليوم انا قاري نادي 7 أشهر ما استلم نادي ايش من الصحف والله ما ادري اليوم او امبارح 7 أشهر يعني ما استلم 7 أشهر لاعبين طيب نروح لفاصل بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني من الملعب وفيه النصر يؤكد في بيان جديد نحترم القنباز والأمين العام تجاوز حدوده إعلامي والمنطقة الشرقية يحتفون بالأخضر واللاعبون يردون هذا ما نحتاجه أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الملعب ضيوفنا صالح الطريقي ووائل النجار من جدة فقط علي الأحمد يقول لك أبو إبراهيم أنه ذكر موضوع التايب للملاحظة فقط أن بعض القضايا قد تطول لفترات طويلة وللجنة كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسب فقط هو يعني يعقب على كلامه بغض النظر عن تفاصيل الموضوع سأذهب إلى المنتخب السعودي وهو الذي تنتظره مباراة هامة يوم الأربعاء القادم مع المنتخب الصيني اليوم نقلت القناة الرياضية الثانية التدريبات المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي من الدمام وهذه صور من تدريبات اليوم بحضور القناة الرياضية الثانية والزميل المراسلنا العزيز فيصل القحطاني اليوم في التدريبات شهدت مبادرة من إبراهيم يمكن ما يحب المبادرات كثير لكن المبادرة هي من بعض إعلامي المنطقة الشرقية بوجود عدد من الزملاء قاموا بالاحتفاء بلاعبي الأخضر كيكة يعني جلسوا مع بعض وكان هذا نوع من خلينا نقول الصلح ما بين اللاعبين والإعلام اللاعبين تقبلوا هذا الموضوع بشكل جيد واعتبروه يعني شيء جميل ويتمنون أنه يستمر هذا الهدوء ما بين اللاعبين والإعلام نتابع حديث لعضو مجلس الإدارة للاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عدنان المعيبد اليوم مع زميلنا فيصل القحطاني أكيد طبعا الدعم المعنوي أكيد طبعا هو ما نحتاجه في الفترة الحالية أكيد يعني مقدمين على يعني خطوة جديدة تصفيات كأس آسيا زي ما تفضلت الموهبة موجودة أعتقد أن الكرة السعودية كرة ولادة يعني احنا شفنا اليوم على خارطة المنتخب السعودي اللاعبين الجدد واللاعبين يعني مهر يعني من 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 المنتخبات السنية اللي كانت موجودة خلال الفترة الماضية ومقبلين إن شاء الله على يعني على لاعبين آخرين فأتصور إنه وفي نفس الوقت يعني إحنا نملك اليوم يعني مجموعة من اللاعبين الشباب خريجين المدارس السنية في المنتخبات السعودية ويملكون الخبرة اللاعبين الموجودين اليوم كلهم خاضوا سواء تصفيات
كأس العالم على مستوى الناشئين أو الشباب فترات ماضية، نهائيات كأس العالم للشباب، بطولات أولمبية، ففي الجميع يعني من اللاعبين الشباب يعني عندهم الخبرة الكافية للدخول في معترك زي هذا المعترك المنتخبات المنتخب الأول وتصفيات كأس آسيا. الأمل إن شاء الله إنه يعني الجهاز الفني أكيد إنه على اطلاع كامل من سوى اللاعبين، اطلاع كامل بأدائهم خلال الفترة الماضية، مشاكلنا الفنية، نأمل إن شاء الله بأنه يعني العمل الكبير اللي يقدم خلال هذه الفترة من الجهاز الفني والجهاز الإداري والروح الكبير اللي شفناها اليوم من اللاعبين إن شاء الله أنه تترجم على أرض الواقع في مباراة الصين بإذن الله. أيضا زميلنا فيصل القحطاني التقى بلاعبي المنتخب السعودي وتحدث معهم عن الأيام القادمة، والضيف اللي عاد مو ضيف ويعني أكيد أحد نجوم المنتخب ولكن هو عاد بعد غياب نايف هزازي أيضا يتحدث عن عودته للأخضر. طبعا الحمد لله على كل حال، طبعا هذه الجمعه اللي تكفينا، طبعا طول ما انه الجمهور مساند للمنتخب والاعلام كلنا كذا، طول ما انه بنلم في يد واحده ان شاء الله والله ما يوقفنا احد ان شاء الله، وان شاء الله الجمعه هذه دوم وباذن الله ان شاء الله تشوف ايجابيتها الربوع ان شاء الله كلعيبه ان نظهر بمثل بلدنا خير تمثيل باذن الله ان شاء الله، ان قادرين ان شاء الله نفوز يوم الربوع باذن الله. والله باذن الله انا قلت لك يعني ان خاشين المباراه هذه يعني التحدي ان شاء الله ان احنا قد التحدي، اتكلم عن نفسي انا باذن الله ان شاء الله قد التحدي وان شاء الله باذن الله ما راح يهزون شباكي. اخواني اللعيبه متحمسين للمباراه هذه، انا كان يعني كوليد تحديني المباراه هذه بشيء كبير ان رجعت وليد الوضع الطبيعي ان شاء الله باذن الله. والله هم متشابهون لكن باذن الله بنفرق بينهم بالارقام. والله شوف يعني احنا يمكن الاعلاميين هم ضغطوا بحرقتهم على المنتخب السعودي، حرقتهم على بلدهم، حرقتهم على يعني حاجات كثيره يعني احس انهم هم ضغطوا علينا فيها، لكن انا اقول لك الفتره هذه محتاجين لاي سعودي يعني مو اعلامي مو اي سعودي يمثل الوطن، ان احنا الفتره هذه احنا محتاجينها باذن الله ان احنا بالسعوديه يعني قادرين نقدم احسن من كذا. انا اوعدكم واوعد الجمهور السعودي ان ان شاء الله بالربوع راح تشوفون المنتخب السعودي غير باذن الله ان شاء الله. نتمنى التوفيق للاخضر. اروح لوائل النجار واسال على المنتخب السعودي، تشعر بانه هالمره ما اعرف الناس ملت من الدعم والتحفيز والكلام عن المنتخب ولذلك في هدوء، ولا لانه في بعض الاعلام توجه الى يعني تهدئة الأمور وعدم المبالغة في الحديث عن المنتخب ولا يكون تحت الضغط ولذلك يبدو لك هذا الهدوء، تشعر بشيء مختلف في الأجواء المنتخب في هالأيام؟ أعتقد هي محاولة لإخراج المنتخب بشكل عام بعد صدمة كأس الخليج، أعتقد يعني حاجة يعني واقعية يعني حتى الشارع الرياضي عندنا يعني تحسه بشكل عام هادي يعني ما هو ذاك القابلية الكبيرة للمنتخب والمشاركة السعودية في تصفيات المؤهلة لكأس آسيا. نتمنى أن الهدوء يعني دائما احنا كان المنتخب يدخل البطولات أو المشاركات في أجواء صاخبة، نتمنى هذه المرة اللي هي العكس الأجواء الهادية اللي شايفينها المبادرات، نتمنى أن يعني تكون فيها ردة فعل إيجابية للاعبين داخل الملعب. أعتقد الإعلام ولا كذلك الجمهور وردة فعل نتائج المنتخب في الآونة الأخيرة، المنتخب من 2002 يعني أعتقد بعيد كل البعد عن منصات التتويج ما عدا 2007 وصلنا لنهائي بطولة آسيا. أعتقد أنه اللاعبين الآن مطالبين بتحسين الصورة، إحنا ما حنطالبهم بالشيء الكثير، ما حنطالبهم أنه من هذه المباراة مباراة الصين أنه المنتخب يحقق بطولة آسيا مرة واحدة، هي زي ما تقولوا الخطوة الأولى في يعني مشوار الألف ميل أمامهم. طيب. شيء الكثير أعتقد الآن الكل يعني بحاول تهدئة الأمور وتصفية الأجواء مع اللاعبين مع إدارة المنتخب مع المدرب الجديد، نتمنى التوفيق لهم. يعني هذا هو يعني ببارة من تصريحات الكابتن نايف هزازي كابتن يد عبد الله روح التفاؤل، نتمنى أن نشاهدها على أرض الواقع. يعني طيب. قد نفس الاسطوانات هذه سمعناها في بطولات سابقة، نتمنى أنها ما تتكرر مع أول إخفاق، ما نتمنى أنه يعني شدتني السكينة اللي بتقطع الكيك اللي كان موجود أمام اللاعبين،
اتمنى انها ما تكون هي اللي بتنحر الجلد المنتخب في لا قدر الله في حاله الخساره. يعني اعتقد هي تصفيات طويله، نتمنى التوفيق. طيب. يعني لابد انه احنا نعدي المرحله هذه، مباراه الصين ومباراه اعتقد اندونيسيا، بعدين امامنا 7 أشهر يعادل للعوده للتصفيات. اعتقد عموما هناك شيء كبير، في عمل كبير قادم للمنتخب وللاعبين. اتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله تكون مباراه الاربعاء يعني بدايه خطوه جديده للمنتخب في قادم الايام. طيب ابو ابراهيم، في شيء يوحي لك ب يعني شيء ايجابي يتحقق؟ انا اعرف انك ما انت من اصحاب التفاؤل الكثير. ولا التفاؤل ولا التشاؤم يعني. طيب. يعني لا تحطوني اذا ما تفاؤلت لازم. طيب. يعني انا احاول على الاقل اكون موضوعي، احاول اكون طيب. موضوعي. في اعتقادي يوم الاربعاء انا اعطي نسبه اكبر للمنتخب السعودي انه يفوز. يا سلام. رغم تفوق المنتخب الصيني حقيقه، الصين بدات تشتغل على كره القدم، احنا شاهدنا النادي الصيني وقوته في كأس آسيا، فبدأوا يشتغلوا وينظموا فيها. لكن ليه أتوقع؟ لأنه عادة إحنا في كل تجاربنا السابقة عندما يمضي المدرب مطرود ومحمل بكل أنه هو سبب كل المشاكل. إحنا لدينا عارف العقلية الأحادية أنه في واحد مشكلة، شل طيب. المشكلة نحل كل شيء. طيب. هذا نفسيا يؤثر دائما. انت لو ترجع لي كل الانديه الانديه والمنتخبات عبر التاريخ، نفسيا يرتاح اللاعب انه انشال عنه عبء وانه هذا المجرم راح. فهمت علي؟ احنا اكثر ناس نغير المدربين وما يصير شيء. يعني المنتخب تغير. انا اتكلم عن البدايه، على البدايات. البدايه الانطلاقه بعدين تنكشف الامور، بعدين ترجع نوعي. لانه طيب. لانه انت صححت الخطا. ما عندك ابو ابراهيم تتفائل. طيب هذا الجانب النفسي. الجانب النفسي له تاثيره دائما اكيد، بس هو وقت، هو جانب وقتي. ليه؟ لأنه إذا عندك مشاكل يعني تعرف مثل لما يكون في مشكلة ما وخلاص خلينا نتصالح وإحنا شلنا واحد، هو قد يكون جزء بسيط جدا من المشكلة، مو المشكلة. العاطفة والهذا حتحمسنا شوي، لكن للأسف التصفيات طويلة الآن. أنا أتوقع أنه يحققوا إيجابي، لكن بالنسبة لي أرى أنه على أن يفكر المنتخب بعيدا عن دعم وما دعم الإدارة واللاعبين، على أن يفكروا بأمر مهم. إذا أردت أن تتأهل عليك أن تضع خطة لك، أن تحقق الفوز في على أرضك، وعلى أقل تقدير تتعادل خارج، وأن يكون هدفك في المباريات في الخارج أن تتعادل تلقائيا، أن تتأهل. الأمر طيب. الآخر على اللاعب أن يغير عقليته. يعني أنا تو أسمع وليد ونتحدى وسنفوز من المفترض ما تقول انه سنفوز لسبب بسيط، الفوز مو بيدك، قد تكون انت رائع وفي 10 لعيبة مو سيئين. على اللاعب ان يدرب نفسه انه انا ماني مسؤول عن الفوز والهزيمة، انا مسؤول عن مستواي وعلى تعاوني مع زملائي. اذا انا اتعهد بما املكه لا بما لا املكه، عشان ما يجي احد يهاجمني. يعني لما اجي انا والله اقدم مستوى وانهزم ما حتجي تقول لي وين وعدك لنا انك حتفوز وما ادري تحدي. فاتمنى من اللاعب انه اللاعب يعني لا يوجد مثلا في كره السله جوردن اللاعب النجم اللي كان هو يحقق كل البطولات، لكن لما يسووا معاه لقاء يسالوه هل ستفوزوا؟ يقول انا ما ادري، لكن كل اللي يعرفوا اني انا ححاول اني اقدم مستوى كويس وتعاون. طيب ايش اللي يحصل؟ ما ادري. عموما ما ادري. عموما نروح نترك المنتخب ونذهب الى مواضيع اخرى بشكل سريع. اليوم بيرين من النصر والاتحاد، نبدا ببيان النصر اللي قلنا تكلمنا عنه في بدايه الحلقه، حيث تؤكد اداره نادي النصر على احترامها وتقديرها للعمل الكبير الذي تقوم به لجنه الرقابه على المنشطات خدمه للرياضه السعوديه وحفاظا على منافساتها. تظهر بصوره مثاليه وشريفه وتقدر الجهود الكبيره والمخلصه التي يبذلها رئيس اللجنه الدكتور صالح جنباز والتي هي محل تقدير الجميع. وفي نفس الوقت نؤكد على أن خلافنا ليس مع اللجنة أو مع أي من أعضائها، وإنما مع أمينها العام بدر السعيد الذي يرفض النادي رفضا قاطعا التجاوزات والممارسات الخاطئة والمتكررة التي يقوم بها تجاه نادي النصر بين الحين والآخر. هذه التجاوزات التي لا تراها ظاهرا منه في كل أعمال اللجنة، وكلنا نتذكر جيدا ما حدث منه إبان موضوع حسام غالي وكيف تعامل مع قرار براءة اللاعب
وقام بإخفائها لما بعد مباراتنا مع الهلال، ثم عاد وكرر نفس الموقف مع أحمد عباس من خلال تغريداته الشهيرة وتشهيره باللاعب قبل أن يصل للنادي أو أي شيء رسمي من اللجنة. وكما هي عاداته دائما مع النصر، فقد حاول التأثير على معنويات الفريق يوم مباراته الماضية أمام الهلال من خلال اختلاقه لقضية تجاه الكابتن حسين عبد الغني، مما يظهر للجميع أن بدر السعيد ينتقي أوقات معينة ومحددة لتجاوزاته تجاه النصر وقبل مباريات معينة. ولأننا تجاوزنا عن ممارسات سابقة على أمل أن ينصلح الحال ويعود لتأدية عمله بتجرد من عاطفته، إلا أننا وجدناه يكرر مواقفه، وكان لابد لنا من إيضاح ذلك أمام الجميع لإيقاف هذه التجاوزات عند حدها، لأننا لا يمكن أن نسمح أو نسكت عن الإساءة للنادي أو لأي منتسب إليه. فنحن في نادي النصر دائما مع الحق والعدل والإنصاف، وهذا ما نتمناه لنا ولكل الأندية. إبراهيم أبدأ معك هالمرة، يعني ما ودنا نطول في التعليقات، عندي بيانين وما عندي وقت طويل. بشكل عام أنت تشوف أنه موقف النصر تجاه الأمين العام منطقي مبرر؟ طبعا أول شيء نتمنى أن نكون مع الحق، لا يوجد إنسان دائما مع الحق. نعم صحيح. نتمنى. القضية حقيقة قلت لك مشكلة برضو، أنه كانت القضية يعني من المفترض الإعلام ويطرح، انا افهم الانديه اللي ما تبغى يتضرر لاعبها او هذا اذا في مشكله، انا على افتراض انه، لكن الاعلام عليه ان يكون محايد. القضيه كانت من المفروض، هل حدث هذا؟ هل فعل حسين او ما فعل؟ صح، مفروض هذه القضيه. انا يهمني كاعلام اعرف اذا حدث يعاقب، ما حدث يعاقب اللي هو بدر السعيد. لا بس بعد ما تجي في وقت غير جيد ويثير الشبهة وتقول لا. خلنا أكمل، خلنا أكمل لك الآن ما هو المهم. طيب المهم أنه حسين عمل هذا يعاقب. طيب ما عمل يعاقب بدر ويبعد عن هذه اللجنة. وين القضية صارت؟ متى أرسلت الخطاب؟ عمل ولا القضية متى راح؟ راح السبت؟ لا راح الأربعاء. عندكم صالح، الدكتور صالح القنباز قال يوم الأربعاء، ناس تقول الثلاثاء، الأستاذ أحمد عيد يقول لك مو مهم الوقت. القضية مو الوقت، القضية صارت ولا ما صارت. هناك متهم يقول أني بريء، وهناك مدعي يتهم هذا اللي يقول أنه بريء. علينا أن نحلها، إذا هذا بريء يعاقب هذا، إذا إحنا لا تركناه واشتغلنا العقاب. حتى الخطاب هذا يعني يوم الثلاثاء الماضي رئيس نادي النصر الأمير الفيصل طلع هنا عندكم، نعم، وطالب من الدكتور القنباز لو تعيدوها، نعم، طالب أنه يروح مع بدر السعيد في المدرج، نعم، يشجع الهلال. هذا صحيح. الآن قال وش حليلك؟ يعني أنا أتمنى من رؤساء الأندية، هم في النهاية شاءوا أم أبوا زعماء يقودوا الجماهير، عليهم أن يبحثوا عن الحق، لا أن يحولوا القضية إلى حرب وإلى أنهم ضحية. عليهم أن يبحثوا عن الحق. أنا مع الحق، يعني أنا الآن لما تسألني في قضية الاثنين أقول لك ما أدري، لازم أسمع الشهود. الشهود إذا نفوا على حسين لابد أني أقيل بدر السعيد هذا على طول، لابد أني أقيله، لأنه اتهم بشيء غير صحيح. إيه، لأنه طيب. حقيقة قاعد يسوي لي مشاكل. طيب والعكس صحيح أيضا. هذه طيب. القضية بهذا الاختصار. خليني أسأل وائل، هل تتفق مع هذا اللي صاير ما بين إدارة النصر وبدر السعيد، موقفهم يعني الواضح من بدر السعيد، هل ترى بأنه تصرفاته فعلا تثير هذا الاستغراب من قبل النصراويين أم تشعر بأنها مبالغة؟ تفضل. أعتقد أن المرحلة الماضية، أعتقد في الفترة الأخيرة كان فيه إشكاليات تحديدا بين نادي النصر ولجنة المنشطات في أكثر من لاعب، ابتداء من حسام غالي إلى آخر يعني ما ظهر اللي هو مسألة حسين عبد الغني. أعتقد أن الموضوع هذا أخذ أكبر، يعني ما بقول أخذ أكبر من حجمه، لكن أخذ مساحة كبيرة من الشد والجد بين نادي النصر وبين لجنة المنشطات. أعتقد أنه لابد يعني إنهاء هذا الأمر في أسرع وقت، لأنه أعتقد لجنة المنشطات كذلك ليس فقط لها نادي النصر، هناك عدد لاعبين من أندية أخرى ومو فقط كرة القدم وألعاب أخرى. المفروض أن الموضوع هذا ينتهي، وأعتقد أنه لابد من حل وسط يرضي الطرفين، سواء لجنة المنشطات، هل مثلا نادي النصر الواضح من خطاباته المستمرة هل يرغبوا مثلا في إبعاد بدر السعيد عن أي قضية يكون فيها نادي النصر طرف؟ أعتقد لابد أن يكون في الأمور تكون واضحة خصوصا من الأخ القباز رئيس اللجنة، وإنهاء هذا الأمر في أسرع وقت حقيقة. نعم نتكلم.
نتكلم عن الاتحاد الآن أيضا في بيان اليوم صدر، وبنقول لكم أيضا وش حيصير بكرة في حلقة بكرة، لأنه الآن وصلت المادة. اليوم أصدر الاتحاد بيان لنفس الموضوع بين المدرب وأستاذ أحمد المحتسب، تابع مجلس إدارة نادي الاتحاد ما أدلى به مدرب الفريق الأول راول كينيدا عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تجاه عضو شرف النادي الأستاذ أحمد المحتسب، حيث يؤكد المجلس بأن مدرب الفريق أوضح بأن ما كتبه في تويتر لم يعبر بشكل صحيح عما كان يود أن يقوله بسبب عدم إرادته التامة للغة الإنجليزية، وقدم اعتذاره الشديد لعضو شرف الأستاذ أحمد محتسب عن سوء الفهم الذي حدث جراء ذلك، كما أن مجلس الإدارة يؤكد على حرصه وعدم سماحه بأي تطاول تجاه كافة أعضاء الشرف وأي منتمي لهذا الكيان، مع تقديره وامتنانه للجهود الفاعلة والمخلصة التي يطلع بها الأستاذ أحمد محتسب لخدمة ناديه، حيث لم يكن يوم من الأيام وكيل لاعب أو مدرب، على العكس كان من ذلك كان داعما وساندا لمجلس الإدارة في أحلك الظروف والأوقات الصعبة التي مر بها النادي، وهذه شهادة حق يسجلها مجلس إدارة عرفانا بجهود وإخلاص عضو الشرف أحمد محتسب لناديه. اليوم زميلنا عمار بحكيم زار زواج اللاعب الاتحاد إبراهيم هزازي، واستغل طبعا المناسبة، وجد عدد من الاتحاديين وسألهم عن هذا الموضوع. احنا بكرة ان شاء الله حنعرض المادة، نؤكد انه في حديث اجراه زميلنا عمار بحكيم مع الأستاذ أحمد محتسب عضو شرف الاتحاد عن هذا الموضوع وعن مواضيع كثيرة في الاتحاد، وهل هو صاحب قرار أم لا، كثير من الأمور. عمار بحكيم يؤكد بأنه إن شاء الله بكرة حنشوف هذا اللقاءات، وفي لقاءات أخرى أيضا لاتحادين آخرين غير تغطية المناسبة نفسها وهي زواج إبراهيم هزاج الذي نبارك له بالتأكيد، نسأل الله عز وجل أن يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينهما في خير. بكرة حتنعرض إن شاء الله المادة، لأن الزواج بالكاد انتهى وعمار يدوب يعني وصل المحطة، وحنعرض بكرة بعد يعني المونتاج. إذا بناخذ عشان بكرة حيكون نقاش مطول حول الموضوع، لكن بسأل وائل لأنه قريب من الشان الاتحادي، كيف تقيم الوضع بشكل عام؟ تحس إنه وضع صحي ولا مقلق للجماهير وائل؟ والله أعتقد إنه على الاتحادين الاجتماع والالتفاف حول ناديهم في المرحلة القادمة، أعتقد إنه لابد الاتحاد يعني محتاج يعني وقفة الجميع، سواء أعضاء شرف إدارة النادي الإعلام، الشخص أو الشيء الوحيد اللي واقف مع النادي في هذه الأيام هو جمهور نادي الاتحاد، سواء مباريات رسمية أو مباريات ودية أو حتى في استقبال الفريد اللي احنا شاهدناه. أعتقد أنه بخصوص موضوع كانيدا وأحمد محتسب، أعتقد أن الموضوع انتهى، لأنه كان أحمد ملمح في أكثر من يعني في موقعه في تويتر أو كذلك في مداخلة في قنوات فضائية، أنه كان يرهن يعني قبول اعتذار كانيدا باعتذار رسمي، وأعتقد أنه اليوم صدر هذا بيان نادي الاتحاد باعتذار كانيدا وأنه ما كان يقصد هذا الكلام. نتمنى أن الأمور تهدف نادي الاتحاد، الاتحاد من أحد أهم أركان الرياضة السعودية، الأوضاع اللي بتحصل في نادي الاتحاد أعتقد أوضاع غير صحية، لابد من التكاتف، لابد من يعني وحدة الصف الاتحادين من أعضاء الشرف إدارة نادي الاتحاد حتى طيب. يعود نادي الاتحاد إلى مكانه الطبيعي. إبراهيم إذا سمحت لي باختصار. باختصار شديد حقيقة، أنا ما أدري يعني السمسرة جريمة، يعني مثلا نشوف مكاتب العقار في كل مكان في العالم يأخذ السمسرة. لا إذا كان في النادي نفسه أكيد جريمة، إذا كان يستغل المكان لا اللي فيه. ما هو عضو في النادي، ما هو عضو في الإدارة ولا هو، أنا أقول على فرض يعني ليه تصير قضية عندنا السمسرة؟ يعني أنا أعتقد كيف تصير إذا شخص يستفيد من قربه للنادي عشان يسمسر، هذه قضية أيضا. أي واحد إذا يستغل قربه السمسار من هو الطرف الثالث اللي يوفق بين راسين بالحلال، حتى لو المأذون تعطيه فلوس يعني لا إبراهيم موضوع مختلف، تبسطه مرة أنت. لا حقيقة هي الطرفين بينهم ثالث. ليش طيب كانت ردة فعل الأستاذ أحمد محتسب؟ ليه ردة الفعل؟ أنا أقول لك إحنا مش المشكلة في الرياضة، المشكلة في الرياضة عندنا ما يتقبل السمسار لسببين. أولا الإعلام، إذا هذا السمسار ما تحب الإعلام اشتغلوا إنه يأخذ هذا، مع أنه كل السماسرة في العالم يأخذ ولا حد كتب عنه. الأمر الثاني أو الطرف الثاني إنه مشكلة السمسار هذا يريد أن يأخذ السمسرة والصيت الحسن بأنه مخلص للنادي، طيب. فعليه يا يأخذ الفلوس يا ما أعتقد هذه القضية يعني قضية لا تستحق أن نتوقف أمامها. طيب عموما بكرة حيتكلم أحمد محتسب عن هالموضوع مرة ثانية وعدد من الاتحاديين مع زميلنا عمار بحكيم إن شاء الله في يعني حديث موسع، وأعتقد اللقاء مطول ويستحق المتابعة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكر ضيفي الكريمين صالح الطريقي الكاتب اليومي في صحيفة عكاظ، شكرا لك إبراهيم.
من جدة الصحفي الشاب وائل نجار في صحيفة الاقتصادية. شكرا لك وائل، شرفتنا. شكرا لك أخوي عادل، شكرا لك أخوي صالح، جميع المشاهدين الكرام. شكرا لكم، شكرا لفريق الإعداد اليوم بقيادة عبد العزيز الناجي، صالح المرشد، عبد الرحمن ناصر، عبد الله الجمهور، عبد الرحمن الشنيبر، وسعيد القحطاني. إن شاء الله ما كنا نسيت أحد. شكرا لمخرجنا اليوم فيصل الخمالي، وغدا إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.